تغطية حية من داخل استاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد، حيث يتم الآن أعمال هدم استاد النادي المصري تمهيدا لبدء أعمال إنشاء الاستاد الجديد. زي ما حضراتكم شايفين المعدات بالفعل بدأت في أعمال الهدم، واحنا حاليا نقدر نقول احنا أمام المقصورة الرئيسية لاستاد النادي المصري القديم. فور وضع الدكتورة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد حجر أساس إنشاء استاد النادي المصري الجديد، بدأت المعدات زي ما حضراتكم شايفين في أعمال هدم المدرجات الاستاد القديم تمهيدا لبدء أعمال إنشاء الاستاد الجديد. طبعا الاستاد الجديد هيقام في نفس مكان الاستاد القديم، وده اللي تم إعلانه والتأكيد عليه خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد منذ قليل في نفس المكان داخل استاد النادي المصري، وكان حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، أيضا أعضاء مجلسي الشعب أو النواب والشورى، النواب والشيوخ عن المحافظة. كان متواجد عدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية وممثلين عن جماهير النادي المصري. الاستاد الجديد اللي هيتبنى في نفس المكان، واسمحوا لي قبل ما نتكلم عن الاستاد الجديد نلقي ربما تكون النظرة الأخيرة اللي هنشوف فيها مدرجات استاد النادي المصري القديم. ده أمامنا مباشرة مدرجات الإبلي أو المدرجات القبلية للاستاد أو الغربية كما يلقبها الجماهير. هنا ده المدرج البحري. عد مرة تانية لأعمال الهدم، وعشان بنأكد أكتر من مرة دي أعمال هدم علشان إنشاء استاد جديد، استاد جديد وفق المواصفات عالمية، والساعة المبدئية ليه كما تم الإشارة هكون 12,000. الاستاد هيكون 12,000 مشجع طبعا. الاستاد هيكون يطل على شارعين، شارعين متوازيين لبعض، أحدهما طبعا بالتأكيد شارع 23 يوليو. هأكدوا النهاردة الشركة المنفذة والمسؤول عن المشروع أن الاستاد الجديد هيكون في كل شارع أو لكل جانب ليه هيبقى فيه 10 مداخل و10 مخارج. أيضا هيكون لكل مدرج موجود في الاستاد 3 مخارج. والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شدد على مراعاة كافة الإجراءات الأمن والسلامة داخل الاستاد الجديد. طبعا الاستاد الجديد هيضم قاعة مؤتمرات صحفية عالمية، أيضا هيضم مكان وصالة لكبار الزوار. من الحاجات الجميلة اللي تم الإعلان عنها النهاردة إن الاستاد الجديد وفقا لتصميمه هيضم غرف خلع ملابس أو تبديل ملابس لذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة علشان الاستاد يكون أيضا جاهز لاستضافة بطولات ومباريات محلية ودولية ليه ذوي الاحتياجات الخاصة.